السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. استخارة من القرآن الكريم لمواليد برد القوس، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. نشوف الصورة اللي هتطلع لبرد القوس، صلي على الحبيب المصطفى. فضل وليس أمرا أحبابنا في الله، سمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى في التعليقات بنية الفرد سورة النحل. وفضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك فضلا يعني وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك أخواتي في الله. صلي على الحبيب المصطفى. برد القوس، عندك تغير حدات كثير، عندك تغير حدات كثير، في تغير جذري، بس خلي بالك عندك قرار، القرار ده مهم، ما تستهترش بأي حاجة، خد قراراتك صح، خد قراراتك، حكم نفسك، ولو مش عارف تأخذ قرار استشير أو استشير حد أكبر منك أو حد يكون صديق لي، استشيره في القرار، لأن قدامك قرار، القرار ده مهم وعندك مفاجأة، يعني المفاجأة دي ليست كانت في حسبانك، بس ضربة الحظ هتكون معاك، وضربة الحظ وضربة المال. عندك هنا لقاء بشريك، شريك عاطفي، الشريك ده برد ناري، او يعني ارى برد ناري، ارى في بداية حب بينكم، وارى في البعض عندك في سفر، سفر قدامك، في طريق سفر، ابشر ابشر، عندك الفرح والنجاح، عندك نجاح، حد من اهلك او اطفالك او اختك او اخوك عنده نجاح، راح يندح باذن الله تعالى، عندك اخبار سعيدة، في اتصال، في مكالمة هتفرحك، المكالمة دي انت منتظرها، ديالك هتفرحك، هتكون فرحان، هتكون مبسوط، راك سعيد من بعد المكالمة دي او الرسالة. بس هنا في حد عايز يردع لك، صديق، حبيب، حد عايز يردع لك، عزيز عليك، يعني كان هو حبيبك قوي، بس حبيبك يعني ممكن يكون عايز يردع لك ويصالحك، على ان هو عايز يردع لك ويصالحك. ممكن حصل ما بينكم خلاف او حصل مشاكل او حصل حاجه يعني ما بينكم، حبيب او صديق او قريب ليك جدا عايز يصالحك، ماشي. هنا البعض منكم هنا ارى برضو يعني هنا بتطلب بميراثك او فلوسك او فلوسك او مستحقاتك، في بتطلب حاجه قديمه، لانك ارى في المحاكم، ارى عندك انتصار في المحكمه، يعني أراك وحققت اللي انت عايزه، هو يعني ممكن نقول ميراث او فلوس او حاجه بتخلصها ديالك من ورا المحاكم او الميراث او حاجه زي دي بتخلصها وديالك. عندك هنا برضو نجاح مهني، نجاح مهني، في عندك شريك، شريك ده كان مش كويس او حد مش كويس كان عندك، هتخرج من هاي العلاقه دي، لان العلاقه دي سامه، العلاقه دي تعبتك، العلاقه دي اذتك كتير، العلاقه دي دمرتك، كسرت قلبك، انت راح تخرج من هاي العلاقه دي، انت حابب تخرج منها لانك تعبت، لانك عملت حاجات كتير وما تشكرتش، في الاخر ده عليك وحطوا عليك واذوك وكسروا قلبك ودرحوك، لا في علاقه راح تخرج منها. انا برضه هنا منكم برضه عنده ارتباط او عرض ارتباط او زواج، يعني من شخص بعيد عنك شويه، الشخص ده ما بينك وما بينه مسافة كبيرة، ممكن يكون مش من دولتك، ممكن يكون مش من الدولة اللي انت منها، بس في زواج، الزواج انت هتكون مبسوط منه لانك فرحان سعيد، ان شاء الله يكون زواج الهنا والراحة من بعد التعب اللي حصل في حياتكم. في ناس هنا هتدخل في حياتك، في حد ربنا بعته ليك، يعني هيساعدك، هيأثر عليك بالخير، وهتكون يعني او هو هيكون بسبب معاك في نقل عالي، مكان عالي لشغلك، طبعا للشغل، ممكن تكون طريق السفر، حد هياخدك تسافر معاه، هيكون فيها ربح كويس، لان هذا الشخص ده هيساعدك او هيدعمك في المال. بس انا ارى للبعض هنا راك، يعني هنا في ارى في عندك بينك وما بين الشريك بعد جسدي او روحي او روحي، يعني رغم انكم يعني موجودين في مكان واحد، في مسكن واحد او في بيت واحد، في مكان واحد يجمعكم، يعني ارى هنا يعني في مشاكل او نفور ما بينكم او مش حابين العلاقة، يعني ارى العلاقة الزوجية هذا بسبب سحر، بسبب سحر سحر سحر، حصل نفسك جيد،
حصن نفسك جيد. سحب من واحدة قريبة، واحدة قريبة في العمر 41 43 45 47 في هذا العمر. الست، هاي الست هي اللي عملت لك السحر، هي اللي عملت عراكيل كثيرة في حياتك. بس هنا في للعزاب هنا أراكم يعني في رجوع علاقة أو ارتباط، في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، على فكرة من الأقارب. وللبعض منكم بتكفل في ماضي، بتكفل في ماضي كما كنا، في حد كسر قلبك، في حد جرحك، بتكفل العلاقة دي ما بينكم، أراك بتكفلها. بس أنا شايف عندك يعني هنا فرحة في قلب بيتك بإذن الله تعالى. يعني ممكن تقول الخطوبة أو الارتباط أو الرجوع في قلب بيتك، لأن أراك فرحان في قلب بيتك، هي فرحة في قلب بيتك. بس شايفك قلقان على شخص مريض من عيلتك، الشخص ده مش عارف والدك أو والد حد يعني عزيز على قلبك، لأن أنت قلقان وزعلان عليه ومخنوق من حد قريبك، حد قريبك. بس المقربين مأثرين على حياتك كلها، حتى في رزقك، حتى في رزقك معطلنه لك. حصل برضو النفور اللي ما بينك وبين الشريك، ومنكم برضو الآن بيفكر في الانفصال. ما طايقش أي حد، عندك خنقة، عندك ضيقة، عندك اكتئاب، مش طايق، مش عارف تفكر. بعض الطاقات منكم برضو عنده وسواس قهري تابعة مأثرة عليكم جدا، ما مستمتعش بالحياة، ودايما عندك الأفكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك، هي اللي مسيطرة عليك. بس هنا خلي بالك من المرأة دي، الست دي، الست دي تريد أذاكم بأي طريقة. شكلها مثل الثعبان، أنا على طول بقول عليها مثل الثعبان على طول. لما شاف ست زي كده أزياك، حتى لو أختك أزياك، أقول عليها ثعبان على طول. بس الثعبان الست دي عايزة تلف حواليك كده، تاخد مالك، تسحبك عندي، تاخدك تبقى كسراك تحتيه، تسحب كل حدا منك. لكن هي مش بتحبك، بس انت مصدوم، راك مصدوم يعني من شخصية او شخص. الشخص ده بيتكلم عليك، ده بسيرتك بيتكلم عليك كتير. بس انت لما تعرف يعني مش هتبقى متوقع ان الشخص ده هو اللي بيتكلم عليك. ناس قالت لك، بس انت مش مصدق، لانك انت عطيله كل السكة، واثق فيه، بتحبه، بتحبه جوه، واثق فيه، مش مقتنع بالكلام. لكن لما هتشوفه وهتشوف بعينيك او هتسمع، هتكون يعني مش مصدق وهتكون مصدوم، هتصدق. بس في صلح هنا ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في صلح ما بينك وما بين الشريك او حد عزيز على قلبك. وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين. وبلاش تفكير في الانفصال، بلاش تفكير في الانفصال، لان رقم منكم بيفكر في الانفصال حاليا. يعني اخلص من السحر الاول اللي عندك، اخلص من السحر، انه ممكن هو السحر اللي عاملكم شويه العراكيل ده او التعبات، هو السحر اللي ممكن يكون ما خلكمش طايقين بعض، هو السحر. ممكن اخلص من السحر. عندك برضو هنا حاجات في المحاكم راح تخلصها، هتخلصها باذن الله تعالى. في حد ظلمك، في حد خس حقك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك، حد يعني خد تعبك، خد شجاك، امانته، اعطته الامان، اعطته الثقه، فتحت له قلبك، بس خذلك وكسر قلبك وخد مالك، خد مالك او خد اغلى حد عندك. انت عشان انت مكسور زعلان يعني بتقول ليه عمل كده، بتقول لي أزاني، مع ان انا حبيته وعطته كل حاجة وفتحت له قلبي، ليه أزاني؟ هو كده مش كويس. فبلاش تدي الثقة لكل الناس، صوابعك مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض. فخلي بالك، بس اطمئن، ربنا معاك، ربنا معاك وهيضل معاك وهتعدي وهيحميك مهما كانت الصعوبات. ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، حتى لو أنت مش شايفه، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، الحلو طلع لك فجأة، والطريق هتفتح قدامك زي الأول. هي وقفت معاك لكن هتفتح معاك، اوعى تقلق، ما تقلقش، هيطلع لك الخير من أي حتة بإذن الله تعالى. هتلاقي الخير داي لك،
هتنصدم، هتنصدم من الفرحة، هتنصدم من الفرحة. عوض من ربنا دايلك. أرى برضو في طريق السفر ده حلو، السفر كويس دايلك، السفر كويس. بس انت شافك بتفكر تفك السحر اللي عندك، صح؟ بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، ومنكم حاول كذا مرة انه يفك السحر ده، بس مش عارف، مش عارف يفكه. تعبك كتير السحر، تعبان، شافك تعبان من السحر، بتبكي، أراك تبكي من الضيقة، من التعب. بس الست دي بتدور على أي شيء، أو بتدور على كل شيء يحرق دمك. عاملة لك السحر ده بالوقف الحال وبالعراقيل كتيرة في حياتك. شايف السحر عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، ومشاكل وتعب وضيق. بس برضه هنا يعني الحظ دايلك، بس الحظ دايلك، الحظ دايلك، مفتاح الفرج دايلك، والسعادة ديالك، لأنك اتظلمت كتير وصبرت، صبرت، صبرت. بس انت انا شايفك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بتتحسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل لي السحر. بس حد عندك في البيت، حد يعني كبير في السن بيحبك ده، وبيحاول يعني يدلك على الصح، بيدلك على الطريق الصح، وبيدلك على الرزق، بيحبك قوي، عايزك تكون كويس، عايزك تعلي، عايز شأنك تعلي، بيحبك، عمال يدعي لك، دايما عمال يدعي لك الشخص الكبير. بس انت مشتاق لاطفال، لان عندك يعني ارى كم في طاقه اشتياق، لا اشتياق لحبيب، لاطفال، لاهل، عندك طاقه اشتياق. بس خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي هي مبينه ان بتحبك. الناس دي مبينه، في ناس مبينه لك ان هي بتحبك، لان انا شايف حزين، انت حزين ودمعتك على خدك، اتظلمت، شايفك برضه انظلمت، او حد انتقم منك، او حد اذاك، لان انا شايفك عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، عمال تتحسبن في حد ظلمك او كسرك. بس الحاجة اللي انت مستنيها هتتم، هتتم، هتتم بإذن الله. عندك انطلاقة حلوة، هو ماشي، عندك حاجات كتيرة مدمرة معاك، لكن عندك انطلاقة حلوة، في ارتباط منكم برضو، ارتباط قريب، عندك فرحة، فرض بيتك، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ليك أو لأختك أو لحد قريبك، لأنها في أرض بيتك. في طاقة حمل، طاقة حمل، طاقة أطفال، إن شاء الله يكون في بشرة حمل بإذن الله تعالى. حد هتفرح قلبك، حد هتفرح قلبك، ربنا يكتب لك السعادة وراحة البال، لأنك أنت طيب، صادق، لأنك أنت اتظلمت كتير، ده عليك كتير، اتهنت واتظلمت من أكتر الناس المقربين. حد عزيز على قلبك متوفي، عندك حد عزيز على قلبك متوفي، ربنا هينصرك، ربنا هيغير لك الافضل ليك، الافضل ليك هيكون ليك، وهتفتح الابواب الرزق اللي انت بتحاول تفتحها، بتجاهد علشان تجيب القرش بالحلال او الجناب الحلال. ربنا ينتقم لك من اللي سحرك او الاذاك، وربنا هيكشف لك كل حقيقة الناس اللي عاملة نفسها بتحبك، اللي عاملة نفسها معاك، اللي بحاول الناس دي بتحاول تقرب منك عشان تمص من دمك، تاخذ طاقتك الإيجابية وتاخذ رزقك. هم يعني بيستغلوا طيبتك، بيستغلوا طيبة قلبك، بيستغلوا يعني حبك للآخرين، يعني رغم دول بيحاولوا يزوق. بس عندك مشروع ناجح، عندك مشروع ناجح، انت بتدخل في مشروع او مشارك حد في مشروع، لان انا شايف عندك طريق، طريق فيها مشروع ناجح، المشروع ده راح ينده معاك. بس حد، انا قلت لك في حد هيقف معاك، حد هيقف معاك، حد هيقف معاك وهيدعمك، لان انا ارى في حد واقف معاك بيساعدك وهيدعمك، ان شاء الله في نجاح. بس خد راحتك واخرج من الطاقه السلبيه، لان انا راك بتفكر كتير، مش مرتاح حتى في النوم، يعني مش مرتاح. بس قدامك 3 خطوات هتخطيهم، ومن أول خطوة هتبدأ تحسن حالتك النفسية، حالتك النفسية، وهتطلع من الاكتئاب، وهتطلع عندك، عشان عندك اكتئاب، هتطلع مني مستني مكالمة دايلك من وراها مال، أو دايلك من وراها بيع، أو دايلك من وراها شراء. أنت منتظر مكالمة من حد، حد هيكلمك، في عندك بيع أو شراء، لا راح تبيع محل، أو راح تبيع شقة، أو راح تبيع منزل، أو راح تبيع سيارة، أو راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك،
عندك لقاء، يعني أرى في بداية حب أو منصب أو سفر، أو في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج وعندك ديالك بشر السفر. أبشر أبشر أبشر، عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء أو هتوثق عقود بإذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، أبشر أبشر أبشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كله اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني وأموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة، هتخرج من هاي العلاقة السامة بإذن الله تعالى. بس أنا أرى للبعض هنا، يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط أو زواج، يعني من شخص يعني بيحبك أو كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس أرى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرت قلبك، جرحتك، قلقك، يعني أذتك كتير، الناس دي أذتك، تعبتك، لأن أراك يعني قلقان ومحتار وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. أكتر حد عندك الحيرة، أكتر حد عندك الخنقة، أكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك، والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات، بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس، وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة، بس معاك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حدات صحيحة أو حدات صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح أذكار المساء، والتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس، قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار، يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج، مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده، مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات إلهية قادمة، عندك خبر يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حدا تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل ديلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح ديلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك، هذا الحدا اللي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخذه صح، وبعد ما تاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد إن أنت القرار اللي أخذته صح، مع إنه أنت يعني خايف أو قلقان أو محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح، وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص أنت هنا يا راكب بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، أو مش عارف إزاي يقرب منك، أو يكون ما بينك وما بينه تواصل. بس هنا في مواجهة مع حد، هتواجهه، شخص هتواجهه، هيحصل كلام ما بينك وبينه، هو يريد لك أذى، الشخص ده يريد لك أذى، يريد يأذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معك وهينصرك عليها بأمر الله. بس انت هنا أراك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني أراك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن أنت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثاني، لأن راكن ندمان على فضفضة، قلت
يعني مع انك انت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس تاني فحصل كلام او مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. عندك مفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة يعني غير قدمت غير متوقع ليك. قدامك 3 نقط، ممكن تكون هدية، هدية قيمة يعني، هدية كويسة ديالك. وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضه هنا استلام أوراق أو سيكة ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص، أنت منتظرها هتستلمها تخص عملك. الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، بتخص العمل أو شغلك أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضه هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح أنت منتظره، مكالمة، انت منتظر مكالمة او بترد على حد مردي او بترن على حد مردتش او منتظر مكالمة، في مكالمة تديلك يعني قدامك، خلاص قدامك خطوتين وان شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادأ بافراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل احوالك باذن الله تعالى للاحسن باذن الله تعالى. ان ربك اذا اعطى باب الحظ، باب السعادة يتفتح قدامك، انت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس هو يعني اتفتح في الاول كان معك باب السعادة واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحة كان مفتوح معك، كل حاجة كانت ماشية معك، لكن انقفل من السحر وبس، فراح يفتح معك. ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة اتفتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعبانك، تعباك لأن أشوفك قلقان، قلقان ومخنوق. بس في مكالمة أو رسالة هتديلك، يعني المكالمة دي أو الرسالة هتديلك من شخص ده غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص ده غايب عنك بقاله فترة، هتديلك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد، بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع إنك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بتساعدها، بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. رق هنا رح تنهي انهاء شر واعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة حبيب، وللبعض خلي بالك حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول او دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته وعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين أو مش كويس أو هو متعدد العلاقات في علاقة سرية. والتعب اللي عندك اللي في جسدك، البعض يعني منكم هنا أرى ظهور أشياء غريبة في جسده مثل حروف أو خدوش أو تعب عمود فقري أو أحلام مزعجة مثل كلاب، قطط، حيوانات، أسود، نمور، أفاعي. هي من السحر أحبابي في الله، منكم برضو حاسس وعارف إن السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه إزاي، طبق كذا طريقة أو ماشي في طريق العلاج بس مش عارف، محتار، متردد، مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر، السحر. وست يعني ست اللي عاملة لك السحر ده، ست دي قريبة منك، يعني قريبة منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة الست دي، مش غريبة عنها يعني، قريبة منك جوش. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني اراهم وبيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة وهتوريهم مقامهم وهتوريهم نفسهم وهتوريهم ان هم اصلهم ايه او الناس دي ايه وبتتعالى ليه او شايفه نفسها ليه، هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان رقى هنا في مواجهه حاده ونصر ليك انت، ونصر، راح تنتصر.
بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة. الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، واقفين لك على الوحدة، دول واقفين لك على الوحدة، يعني الناس دي واقفة لك على الوحدة، ولكن انت كيدهم لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل، حابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي. هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفتوا ان في شخص بيخونكم او مش كويس. انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منه. ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي، ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خد اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خد القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك. مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة احبابي في الله. فضلا وليس امرا يدعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. عندك بشرى يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح يفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم او السجن او سجن. عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم او اوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الاوراق او بيخلص لك في شغل المحاكم، لان فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة او هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الايام باذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق امنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما قلنا، هتغير العتبة والأوراق الحكومية هتخلصها. العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني أنت غلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كثيرة، عايز تكتشف، عايز تعرف أسرار، عايز تعرف أخبار، لأن راك برضو هتكتشف أمور حقائق حواليك، راح تكتشف الامور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجه راح تكتشفها باذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك، هتعرف كل حاجه. بس انا راك في ناس خايفه من بكره، خايف ليه؟ رب منكم خايف من بكره وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانيه، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله. بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، وبلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير وكثرة الكلام، الكلام بيعطل اللي داي، بيعطل المشاريع، بيعطل مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، خليك في مستقبل، لان نار نجمك بيلمع، واكثر حاجة في مجال عملك، اكثر حاجة في مجال عملك ندمك بيلمع، مع انك يعني تعبان، مخنوق، متضايق، همدان، مش بتاكل، صحتك تعبانه، كل ده هيستعد الظبط معك بالتدريب باذن الله تعالى، كل شيء لانك راح تعلي، شانك هيعلي. بس انا يعني عندك الفرحه، بس الضيقه يعني انا برضو يعني الضيقه والخنقه مزعلاك قوي، انا الضيقه والخنقه مزعلاك، مش عارف يعني ممكن تقول مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد راحتك، قلبك هيطمئن، هيطمئن باذن الله تعالى. بس الكلام اللي بيضايقك انت يعني سمعته، الكلام دي بتسمعته او بتسمعه، الكلام ده كم هو مضايقك، تعبك، عندك يعني طاقه تعب او طاقه خنق او طاقه ضيق. بس عندك هنا التغيرات قادمه، قادمه باذن الله تعالى، تدق بابك. عندك طريق سفر، حد بيدعمك او حد عايزك تسافر له او حد بيدعمك طريق السفر، بس انت مأدي للسفر او الطريق دايلك لسه قدامك السفر، ديالك طريق السفر باذن الله تعالى، قادم ليك طريق السفر، في خير ليك، في فرحه، في سعاده، في خير باذن الله تعالى. وانت راك هنا خرجت ناس كتير من حياتك، خرجت ناس كتير من حياتك مش كويس، الناس دي انت خرجت من حياتك وارتحت او كبرت دماغك او بعدت عن الناس دي، بعدت عنها وارتحت خالص،
ان شاء الله ديرك الفرحه باذن الله تعالى والسعاده، لان قلبك طيب. اتمنى من احبابي في الله كل من يشاهد الفيديو فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة، الرقم امامكم، تواصلوا معنا، ترد عليكم المديرة وان شاء الله تواصلوا معايا، وان شاء الله نكون في حسن ظنكم، واي مشكلة او اي حاجة ان شاء الله نخلصها لكم باذن الله تعالى. والسلام عليكم.